كل كل يوم تبقى العريش زاهية زهرة بن شريطة ومدام دغاس. أنا بنت مدينة العرائش، تربيت وترعرعت ودرست فيها، ولكن هذه مدة 40 سنة وأنا مقيمة في الديار الفرنسية، والآن أنا مستشارة إقليمية في فرنسا، المغربية الوحيدة في الإقليم وفي الجهة. وأنا الغيرة ديالي على مدينة العرائش والحنين ديالي ما عمره تغير، لأن كتبقى هي المهد ديالي اللي تربيت وترعرعت فيه ودرست في الثانوية مولاي محمد بن عبد الله. وأنا فخورة لأن الحنين كيجبني وكنلتقي بأبناء العرائش سواء اللي درسوا معايا أو الأجيال اللي تابعه، لأن هذا المعرض أنا أعطاني واحد الحنين كتير، وجيت صدفة لأن جيت يومين العرائش وحضرت فيه، وهذا شرف كبير وأنا فخورة جدا جدا اللي حضرت وتلاقيت مع أبناء العرائش ومع الصديقات والأصدقاء. وكنت من العرائش تزيد القدام لأن تدهورت الحالة ديالها كتير فحد العصر، وكنا بكينا عليها ماشي بالدموع ولكن بالدم، لأن مدينة كتستحق كل الخير، والمدينة تستحق تكون هي جوهرة مدينة العرائش، لا بيرلا دي لا راتشي كيف ما كانوا كيسميوها ملي كنا صغار، لأن العرائش كانت مدينة ولكن كأسرة كنا كاملين أسرة واحدة، وكل العرائشيين كيغيروا على بعضياتهم وكيبغيو بعضياتهم، وكنتمناو يرجع هذا العصر الذهبي ديال العرائش بفضل أبناء العرائش وجمعيات المجتمع المدني اللي باغين يردوا لها الازدهار ديالها والسمعة الطيبة اللي كانت عندها ما بعد الاستعمار. وشكرا. كل يوم كل يوم تبقى العريش زاهية.